يقول: ما حكم من يصلي في الساحة الخارجية للحرم صلاة الجماعة وكانت الصفوف غير متواصلة؟ ما يصلي خارج المسجد خارج الأبواب إلا إذا كان الداخل ممتلي، إذا كان الداخل ممتلي وليس له مكان يصلي مع الذين يصلون خارج الأبواب. أما إذا كان الداخل المسجد فيه فسحة وفيه أمكنة، إنه يجب عليه أنه يدخل يصلي مع الداخلي مع الصفوف الداخلية. نعم.